إذن مشاهدينا نستمر في هذه التغطية ونبدأ هاتفيا مع الأستاذ محمد خالد الناقد الرياضي. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك. أهلا بكل متابعي قناة إكسترا نيوز. أهلا وسهلا بحضرتك. خليني في البداية أسأل حضرتك عن يعني وجود الدعم الجمهوري الكبير اليوم وفكرة هذا الدعم ويعني بتحقيق أو المساعدة في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المنتخب السنغالي في استاد القاهرة الدولي. في البداية طبعا بنتمنى التوفيق لمنتخب مصر النهاردة، وعايزين نقول إن التأهل لكأس العالم هيبدأ من مباراة القاهرة. تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القاهرة النهاردة هيكون ليه عامل مهم ودور كبير جدا جدا في حجز بطاقة التأهل لكأس العالم. يمكن الكرة المصرية مفتقدة التواجد الجماهيري المتوقع في مباراة اليوم بقالها فترة كبيرة جدا. عرفنا كلنا طبعا إن التذاكر نفذت تماما في استاد القاهرة، ومتوقع النهاردة حضور 60,000 مشجع في المدرجات. هم 60,000 مشجع و 60,000 مقاتل، هم 60,000 رايحين يجيبوا تذكرة التأهل لكأس العالم النهاردة مع 11 لاعب في الملعب. بالتأكيد حضور الجماهير النهاردة هيكون ليه دور كبير جدا جدا في تشجيع وتحفيز لعيبة منتخب مصر اللي وعدت كل أعدادها خلال الأيام اللي فاتت بضرورة إسعاد الجماهير اللي هتكون حاضرة، مش بس اللي هيكونوا حاضرين، اللي هيكونوا قدام الشاشات جماهير مصر وجماهير الوطن العربي كله اللي مستنية تأهل مصر لكأس العالم. يمكن مصر أخفقت في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن جماهير الكرة المصرية شافت الدوافع القوية اللي عند اللعيبة، شافت رغبة اللعيبة، وبالتالي عندهم ثقة كبيرة جدا جدا في إن النهاردة يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية قدام منتخب السنغال تكون مهمة وتفرق معاهم قبل مباراة العودة في دكار. فأنا شايف إن أنا شايف إن ال 60,000 مشجع النهاردة بإذن الله هيكون ليهم دور كبير جدا وتأثير كبير جدا جدا. ويمكن ده اللي قاله صلاح امبارح على انستجرام وعلى السوشيال ميديا الخاصة بتاعته، قال ان احنا محتاجينكم، حط صوره لجماهير مصر وقال احنا محتاجينكم بكره. هو صلاح عارف ان ال 60,000 هيكونوا حاضرين، بس محتاجينكم بكره دي يعني محتاجين هتافكم، محتاجين تحمسكم لينا في المدرجات، مش عايزين 60,000 قاعد بيتفرج، عايزين 60,000 صوت وحنجره في المدرجات بحيث ان هي تحفزنا ان نحقق فوز ومكسب مريح على السنغال ان شاء الله. نعم استاذ محمد، يعني هنتجه يعني كانت الزميله انجي تتحدث في الخبر عن فكره الكرات، يعني كما يقال يعني بعض التعليمات من كارلوس كيروش، النقاط الفنية وما إلى ذلك. لكن أنا أذهب لجزء كان تساؤل لبعض الجماهير، دائما ما يواجه المنتخب المصري الغيابات، كيف يمكن أن يتم تعويض هذه الغيابات في وجود أيضا مجموعة قوية جدا من اللاعبين داخل التشكيل؟ يمكن كارلوس كيروش اعلن القائمه مفيش يعني مفيش غيابات ملحوظه احنا يعني تفاجئنا بيها. كل الغيابات اللي كارلوس كيروش او اللي ما كانتش موجوده في قائمه كارلوس كيروش لمباراه السنغال كانت متوقعه. طبعا احنا بنعاني من اصابات خلال الفتره اللي فاتت، وواجهنا اصابات كتير خلال كاس الامم الافريقيه، يمكن ما عداش مباراه بدون غياب اي لاعب بسبب الاصابه. صحيح العناصر اللي غايبه عناصر مهمه وعناصر مؤثره، لكن كل الرجاله اللي موجودين في قائمه منتخب مصر لكاس العالم بكامل تركيزهم كلهم عندهم هدف، كلهم عندهم طموح ان هم يتاهلوا بمصر لكاس العالم. مختلف المراكز بيضم عناصر مهمه ومميزه جدا جدا. يعني احنا لو اتكلمنا عن غياب احمد حجازي مثلا في قلب الدفاع، احمد حجازي من العناصر المهمه جدا جدا، ولكن منتخب مصر قدر يكسب لاعب بقيمه محمد عبد المنعم خلال كاس الامم الافريقيه، مدافع اثبت بالفعل انه مدافع دولي، مدافع يجيد في المباريات الكبرى، مستوى مميز جدا جدا جنب الى جوار محمود حمدي الونش. وبالتالي في مركز قلب الدفاع ما عندناش منه ان شاء الله اي مشاكل. حتى في الناحيه اليمين يمكن افتقدنا عمر كمال عبد الواحد في نهائي كاس الامم قدام السنغال، عمر كمال موجود النهارده، وحتى بديله امام عاشور لعب مباراه نهائيه عظيمه قدام السنغال وقدم مباراه كبيره جدا قدام ساديو ماني. وبالتالي برضو الناحيه اليمين ما عندناش فيها اي مشاكل. رمضان صبحي يمكن مش بيشارك بشكل اساسي قوي مع منتخب مصر، وان كان تواجده هيفرق كتير مع منتخب مصر، لكن حتى في المركز ده موجود عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه من العناصر المهمه والمميزه جدا جدا. فانا بطمن الناس من ناحيه الغيابات، منتخب مصر حتى وان كان في غيابات مهمه لكن اللي موجودين كلهم يقدروا يعوضوا، واللي موجودين كلهم بنفس القيمه وبنفس القدر. نعم طيب هذهب برضو مع حضرتك لنقطه خطه اللعب، ونحن نعلم الجميع يتحدث باراء الجمهور المصري، جمهور متذوق للرياضه. فكره القاعده التي تقال ان خير وسيله للهجوم الدفاع، هل
أنت من من يعني يدعم هذه المقولة، الفرصة هنا في استاد القاهرة أن يكون هناك جانب كبير من الهجوم أم جانب كبير من الحذر؟ لا شوف، هي المباريات دي، مباريات النوك أوت أو مباريات الذهاب والعودة دي، أنا بعتبر أن المباراة الأولى هي بمثابة الشوط الأول بس، الشوط الأول بس، ولو قدر المنتخب الضيف فيه أنه يسجل بيكون لي الأغلبية أو الغلبة في التأهل لكأس العالم. فزي ما حضرتك قلت، طبعا خير وسيلة للهجوم هي الدفاع، نقفل دفاعاتنا كويس جدا جدا جدا، بحيث ان احنا ما نستقبلش اي اهداف من منتخب السنغال. استقبال اي هدف من السنغال قبل مباراة دكار هيكون عامل سلبي وهيكون مؤشر مش كويس. يعني منتخب السنغال منتخب قوي جدا جدا هجوميا، بيمتلك عناصر رائعة في خط الهجوم بقيادة طبعا ساديو ماني واسماعيل اسار، فبالتالي غلق المساحات على الاثنين دول تحديدا ومنع السنغال من الزياده العدديه في نص ملعب منتخب مصر والتسجيل، ده هيكون بنسبه كبيره جدا هيقود مصر لكاس العالم. فزي ما حضرتك، لكن ما يبقاش خير وسيله للدفاع الهجوم ويبقى فيه هجمات وضغط من الدقيقه الاولى وما الى ذلك، يبقى فيه حذر اكتر. ده وجهه نظر حضرتك. لازم يبقى فيه حذر، لازم يبقى فيه حذر. منتخب السنغال منتخب هو بطل افريقيا، لا يعني لازم نعترف بده، ومنتخب بيضم عناصر مميزه جدا جدا وعنده خبرات كبيره جدا جدا في المواجهات الكبرى او مواجهات النوك اوت او المواجهات الفاصله. وبالتالي ما ينفعش نفتح المساحات ونهاجم بكل الفريق من بدايه المباراه، هنخسر كتير قوي، هتبقى المشكله كبيره قوي قوي قوي. واعتقد ان كارلوس كيروش عارف ومدرك ده كويس جدا، واحنا عندنا اللعيبه اللي تقدر تدافع وعندنا اللعيبه اللي تقدر تسجل. فانا ما عنديش اي تخوف من مباراه النهارده، باذن الله منتخب مصر قادر انه يحقق نتيجه طيبه تكون يعني بنسبه كبيره ان شاء الله، وهذا ما نتمناه بالتاكيد. الاستاذ محمد خالد الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.